بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل دائما حلقات حول القطاني، المكون الثاني يعني في النظام الغذائي اللي هما القطاني. تكلمنا عن الفول وعن الحمص، في هذه الحلقة سنتكلم عن العدس طبقا، هذه الحبوب المعروفة جدا، وأن العدس يعني تقريبا هو أكثر استهلاك يعني عبر العالم، لأن أوروبا وأمريكا وآسيا كثير من الدول يستهلكون العدس، لكن الفول كما تكلمنا عنه، الفول والحمص هو يقل استهلاكه، لكن دول يعني البحر الأبيض المتوسط هي التي تعرف هذا الاستهلاك. هنا يعني جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط اللي هي تونس والمغرب والجزائر، ما اللي كان فيهم استهلاك هذا الفول والحمص يعني تقريبا بنسبة مرتفعة. العدس يعني يمتاز عن القطاني الأخرى يعني بكوني كما الناس يعني مقولة مشهورة وكل الناس يعني يقرنون العدس بالحديد، وهو كمية الحديد في العدس تقريبا لا يعني ليست يعني باختلاف مهم بما يخص القطاني الأخرى يعني مثل الحمص والفول وكذلك البازيلاء والصويا يعني والفاصوليا. فتقريبا يعني تقدير الحديد في هذه الحبوب ويكاد يكون نفسه، يمتاز العدس بشيء بسيط يعني لا يكاد يختلف عن الحبوب الأخرى. لكن لماذا الحديد في العدس يعتبر أحسن، أو بالنسبة لامتصاص الجسم والحديد العدس تقريبا يمتص أحسن من القطاني الأخرى؟ لماذا؟ لأن العدس يحتوي على مكون النحاس، ومعدن النحاس هو الذي يحفز يعني هذا مرور الحديد المعدني إلى حديد عضوي في الجسم أو حديد دموي. بدون نحاس لا يتحول هذا الحديد المعدني إلى حديد عضوي أو حديد دموي الموجود في الهيمات. هذا هو يعني هذا هي يعني لماذا الناس دائما يتكلمون عن الحديد والعدس، علاقة العدس بالحديد. والعدس يشترك مع القطاني الأخرى أو البقوليات في كونه غني بالبروتينات، وكذلك معدن المولبدينوم الذي هو يعني تقريبا يكاد يكون خاص بالقطاني أو البقوليات والمولبدينوم. ثم كذلك يعني هذه السكريات الدائبة أو الألياف الدائبة يعني هي يعني soluble fibers أو digestible أو fermentable يعني هذه الفايبرز، هذا يعني العدس يشترك مع القطاني الأخرى في المولبدينيوم في حمض الفوليك كذلك وفي نسبة البروتينات المرتفعة، ثم كذلك في هذه يعني الألياف الدائبة. يمتاز عن القطاني الأخرى يعني على بعض القطاني الأخرى على الفول والحمص مثلا بكونه يحتوي على البيوان يعني فيتامين B1 والتيامين، والتيامين فيتامين خاص بالنشويات، لكن العدس يحتوي على كمية جيدة، وكذلك البيريدوكسين اللي هو فيتامين B6، ويعني B6 يوجد طبعا في يعني في كل المواد النباتية تقريبا، يكاد يكون في كل المواد النباتية البيريدوكسين لا ينقص، لكن العدس يمتاز بجمع هذه الفيتامينات، أن في التيامين والفيتامين B9 لحمض الفوليك ثم البيريدوكسين B6. لماذا؟ لأن لما يكون يعني المادة الغذائية تحتوي على الحمض الفوليك، يعني القطاني هي الأول يعني مصدر لحمض الفوليك، هذه فيتامين B9، لما يكون يعني المادة غنية بحمض الفوليك مع المغنيسيوم، المغنيسيوم والمغنيسيوم في كل نبات، ولكن القطاني تمتاز بالمغنيسيوم مع المونغانوس يعني بشكل مرتفع مع الفوسفور كذلك، والعدس فيه بوتاسيوم أكثر من الفول والحمص، ولذلك يعني الناس اللي عندهم قصور كلوي يجب لا أن يمتنعوا عن استهلاك الفاصوليا والعدس لأن البوتاسيوم مرتفع. أما القطاني الأخرى يعني بالمقارنة يعني قطاني أخرى فيها بوتاسيوم مثلها مثل كل النباتات، لكن العدس والفاصوليا فيهم يعني نسبة زائدة شوية بالمقارنة مع القطاني الأخرى. لما تكون المادة غنية بالمغنيسيوم مع حمض الفوليك، فمادة الهوموسيستين التي تتجمع داخل الشرايين أو داخل الأوعية الدموية، والتي هي اللي تكون سدادات أو قد تخدش أو تحفر هذه يعني الأوعية الدموية من الداخل فتتكون هذه السدادات، فهذا يعني هذا النظام الغني بحمض الفوليك والمغنيسيوم يجعل هذه الهوموسيستين تتأكسد على شكل سيستين ثم ترمى خارج يعني مع طبعا مع الويست يعني مع النفايات التي يعني تستخرج من الدم. فلما تتجمع الهوموسيستين يكون مشكل، لما يعني الجسم يتخلص من الهوموسيستين لا يمكن أن يكون هناك أمراض قلب الشرايين بالبتات، ولا يمكن أن يكون هناك انسدادات على مستوى هذه الأوعية الدموية. حمض الفوليك زائد ماغنيزيوم هو الذي يعمل على هذا الميكانيزم يعني على هذا يعني التفاعل الذي يجعل الهوموسيستين تتأكسد، ثم تكون يستعان بالبيريدوكسين كذلك الفيتامين B6 كذلك يساهم في هذا يعني استخراج الهوموسيستين أو طرح الهوموسيستين من الأوعية الدموية.
البيريدوكسين يساعد شيئا ما، يعني اجتماع البيريدوكسين مع المغنيسيوم مع حمض الفوليك هو الذي يخلي هذا مشكل الهوموسيستين وكل الأشياء الآن التي تترتب، يعني أمراض القلب والشرايين التي تترتب عن انسدادات أو تضييق هذه الأوعية الدموية يتترتب عن الهوموسيستين. يجب أن هذه الهوموسيستين يجب يعني أن تطرح، يجب أن تستخرج، يجب يعني أن تغادر هذه الأوعية الدموية في أقرب وقت ممكن. الذي يعمل على تجمع الهوموسيستين في الأوعية الدموية هو الكوليسترول. هذا هو يعني هذا هو الحادث، يعني شيئا ما جد معقد، لكننا نبسط هذه الأشياء يعني للناس. فهذه القطاني يعني تجعل هذه الهوموسيستين تطرح من هذه الأوعية الدموية تستخرج، ثم أن الحديد لما يكون المادة فيها حديد زائد حمض الفوليك تكون تعطي طاقة مرتفعة للجسم. ولذلك أن الأشخاص مثلا العاملين في الورشات البناء والفلاحة والمزارعين الخضارون الجزارون، يعني الأشخاص الذين يعملون بعضلاتهم يعني يجب أن يستهلكوا قطاني، وأحسن القطاني لهؤلاء كما تكلمنا يعني في الحلقة يعني السابقة الفول، ولكن العدس كذلك. لماذا؟ لأن العدس فيه حديد وفيه حمض الفوليك وفيه بروتين مرتفع. لما نقول يعني بروتين مرتفع يجب أن نتكلم عن طبيعة هذا البروتين ما هو. فبروتينات القطاني تكلمنا في حلقة الفول والحمص على أنها مرتفعة فيما يخص نسبة التريبتوفين، والتريبتوفين هو الذي يعطي السيروتونين، وطبعا السيروتونين هو الذي يساعد على النوم، يعني وتقريبا يكاد يعمل يعني دور هرمون. هذا السيروتونين هو الذي ينقص الان في النظام الغذائي الحديد، ان الناس عندهم مشكل يعني عدم نوم ومشكل ارق ومشكل كبير مع النوم او مع الراحه، يعني اخذ راحه. ربما الشخص يعني ينام ولا يرتاح، فهنا مشكل. وهذا التريبتوفين الموجود الان في القطاني هو يساعد على الارتخاء وعلى الراحه وعلى النوم. ولذلك كنا ننصح يعني بتناول هذه القطاني يعني في المساء مع الشعير كذلك. كل الأشياء الغنية بالتريبتوفين يعني يجب أن تستهلك، ولكن في المساء ليس في الليل، يعني قبل غروب الشمس يكون أحسن، ليبقى وقت للهضم وليبقى وقت للامتصاص، لأن السيروتونين لا يوجد في الطبيعة. السيروتونين يتكون في الجسم. الجزيئة التي تعطي البريكيرسور، الجزيئة التي تعطي السيروتونين هي التريبتوفين، حمض التريبتوفين. وحمض التريبتوفين يوجد في كثير من المواد الغذائية، من القطاني، من الشعير، من البيض، من حبوب بذور القرعيات، من أشياء كثيرة، يعني كذلك السمك، سمك غني بمادة التريبتوفين. فهذه الخاصية هي القطاني عندها هذه الخاصية دي. المولبدينوم هو كما قلنا هو المعدن الذي يحفز سولفايت أوكسيديز، يعني الأنزيم الذي يطرح مكونات الكبريت من الجسم، وأن الجسم الآن يتسمم بمواد الكبريتية، يعني دخان السيارات، مواد التطهير، مبيدات، يعني هذاك السماد الكيماوي الذي يعملونه في الحقول وما إلى ذلك. فالآن العالم يعني أول يعني الآن ملوث طبيعي في الطبيعة هو السولفايت وكذلك النيترايت. هذه المكونان هما الآن عليهم كيف ما كان الحال شر لا بد منه، لأن هناك سماد يستعملونه الفلاحة، هناك مطهرات ومنظفات يستعملها الناس في المنازل، وكذلك دخان السيارات، فهذا ثمن الحضارة، يعني الحضارة لها ثمن كذلك. فيجب أن يتعامل الناس مع هذه الأشياء، لكي لا نقول هكذا بأن كل شيء سيء ثم لا نعمل شيء. لا، ليس كل شيء سيء في هذه الدنيا، هناك أشياء لا زالت جيدة، والناس يجب أن يعلموا كيف يتعاملوا مع هذه الأشياء. ولذلك نتكلم عن القطاني كمكون ثاني، يعني أول مكون بالنسبة للنظام الغذائي الإنساني أو البشري هم النشويات، ثم المكون رقم 2 هم القطاني أو البقوليات، اللي هم الفول والحمص العدس فاصوليا السوجة والجلبانة أو البازيلا. هذه أشياء أصبحت الآن مهمة وضرورية. كان الناس يستهلكون القطاني مرة في الأسبوع أو لا يستهلكونها. أوروبا يعني مثلا بعض الدول تستهلك البينز، هذه الفاصوليا، وتستهلك العدس إلى حد ما، ولكن لا تستهلك الأشياء الأخرى مثل البازيلا، مثل الحمص، مثل الفول. ثم هناك دول تستهلك الصويا أو السوجة بكثرة، هي الدول الآسيوية كذلك الدول الأوروبية الآن بدأت، أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية كذلك الآن بدأ استهلاك الصويا يعني يرتفع. حتى لا نتكلم عن حليب الصويا أو منتوجات الصويا، نتكلم عن حبوب الصويا، حبوب الصويا الطبيعية الغير مغيرة وراثيا طبعا، يعني أنا لا أتكلم عن الأشياء التي المستحدثة أو الأشياء التي تدخلت فيها يد الإنسان. نحن نتكلم عن الأشياء التي خلق الله، التي وجدت على الأرض يعني مع الإنسان قبل العلوم. ولذلك يجب أن نتجنب هذه الأشياء، أن هناك من يتساءل أن كل شيء الآن تغير،
ليس لأن كل شيء تغير أن الناس يعني يبقون هكذا مكتوفي الأيدي، فيجب أن نتعامل مع هذا الوضع الجديد. لا زال هناك يعني أشياء طبيعية، لا زال هناك دول تنتج بعض الأشياء جميلة، ولا يعني لا زال الدنيا ليس كما أقول أنا دائما ليست نهاية العالم بعد غد، يعني لا الناس لا سيعيشون وسيتعاملون مع هذه الأشياء. فكما قاوموا الأمراض الجرثومية يعني آلاف السنين، الآن يجب أن يقاوموا الأمراض المناعية. أمراض المناعية مع المناعية الذاتية طبعاً، يعني الأوتو إيمين ديزيزز، مع الأسف هي الآن التي تكاد يعني تصيب يعني تقريباً ثلثي العالم. الآن أمراض المناعية هي المشكل، لأن يعني ليس هناك شيء، ليس هناك حل. أمراض مناعية هي داخلية في الجسم، هي خلايا الجسم الآن فقدت برمجتها وأصبحت يعني في حرب مع بعضها البعض، تتآكل مع بعضها البعض. وهذا الأشياء لا تأتي إلا من سبب، وهذا السبب طبعاً هو التلوث الكيماوي والتلوث الإشعاعي والتلوث كذلك البيولوجي. الآن تلوث الجيني، يعني التغيير الجيني للمزروعات وللحيوانات وللحشرات وللأشياء يدخل في هذا النطاق. فإنك أسماك مثلا مثل سمك السلمون اللي تغير وراثيا، وهناك بعض الحشرات حتى النحل الآن تغير. الآن يعني تجارب أجريت على كل شيء، مثل خضر، فواكه، نشويات، قطاني، شيء، كل شيء الآن قد يشمله التغيير الوراثي، لكن ممكن يكون إنتاج محلي وممكن يعني الناس يعيشون بسلام. هذا يعني العدس يعني مكون أساسي، وهو تقريبا قلت في البداية أنه هو يعني الأكثر استهلاك يعني عبر العالم، وكذلك حتى بالنسبة لبعض الشرائح الاجتماعية مثل الأطفال مثلا مثل المسنين، هم يفضلون العدس على باقي القطاني. بعض النساء يشتكين من الفول ومن الحمص أنها تسبب لهم غازات، ولكن العدس أقل من هذا القطاني الأخرى. ثم هناك كذلك طرق تحضير يعني على أي شكل يستهلك يعني العدس. فإذا استهلكت القطاني مع نشويات، وهذه النشويات أعني بها الخبز، والخبز الآن مخمر بخميرة صناعية ليست خميرة طبيعية أو بلدية كما نسميها، يعني خميرة حامضة اللي كانت من قبل. فهذا الخبز هو فيه مخمر بالخمائر، يعني أنه ليس فيه يعني قوة هاضمة يعني مثل البكتيريا اللبنية اللي كانت في الخبز من قبل. فطبعا يكون غازات، يعني اجتماع النشويات مع هذه القطاني طبعا يكون غازات. ثم أن هناك قطاني مثل الحمص والفول فيها حمضيات أمينية مكبرة هي تعطي غازات أكثر من قطاني أخرى مثل مثلا الفول. كيلاحظوا الناس على أن الفول والحمص مثلا كيعطيه خصوص الحمص كيعطي غازات أكثر من القطاني الأخرى، يعني من البازيلاء، من الفاصوليا، من الصويا، من اللانتيلز، من العدس هذا. فعلي إن شاء الله هذه الحلقة يعني نتمنى يعني أن تكون يعني أن يكون الناس أخذوا معلومات، لأن هذه المعلومات التي نعطيها هي معلومات أكاديمية، يعني هي دروس أكاديمية ليعلم الناس طبيعة المادة. والقطاني عموما ليس العدس فقط، يعني القطاني تدخل في تغذية الأشخاص المرضى والمصابين بالسكري وارتفاع الضغط، أمراض القلب والشرايين، السرطانات، يعني الأشياء الأشخاص اللي عندهم أمراض اللي ما يقدروش على اللحوم وعلى بعض المواد التي سنتكلم عنها، ممكن أن يأخذوا بروتينات من هذه القطاني لأن غنية بالبروتينات وبالألياف الغذائية، والجسم يحتاج إلى ألياف وبروتينات كذلك مضادة للأكسدة وفيتوستروجينات. والقطاني غنية بالفيتوستروجينات، هي المصدر الثاني للفيتوستروجينات بعد الحبوب الطبية مثل حبوب الكتان ومثل السمسم ومثل هذه الأشياء. يعني نكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.